فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: عملت مكتبة في مسجدنا وأوقفت فيها كتبا ولكن لها سنين مهجورة، هل يجوز لي أن أخرجها وأن أوقفها في مكان آخر؟ إذا كان ما ينتفع بها في مكانها أنقلها إلى أقرب مكان ينتفع بها فيه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.